السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ديال رغيفات اللي كيجيو مورقين وهشاش بزاف، كنديروهم بالنشا اولا بالمايزينا. انا كنت ديجا درت واحد الوصفه ديال رغيفات مقليين، ولكن هذه المره هذه فعود ما غنقليوهم، غادي نديروهم في الفران. غادي تكون طريقه باش غنسقيوهم مختلفه، وكذلك العجين ان شاء الله غادي يكون مختلف. عجينه رائعه، وصفه جد جد جميله، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم في هذه الوصفه، غادي نحتاجو اول حاجه غادي نديرو المقادير ديال السيرو، هو اللي غادي نحضروه هو الاول لان خصو يكون بارد. غادي نحتاج فيه واحد الكاس ديال السكر اولا ما يعادل 120 غرام ديال السكر، كاس لارب ديال الماء او ما يعادل واحد 90 غرام تقريبا ديال الماء، عصير ديال نصف حامضه، واحد شويه واحد المعلقه هكا ديال الماء زهر، كيبقى اختياري اللي ما كيعجبوش ماء زهر ما يديروش، ينسم غير بالعصير ديال الحامض. هادو بالنسبه للمقادير ديال السيرو. بالنسبه للعجينه اللي غادي نديروها ديال هاد الرغيفات، هادو غادي نحتاجو كاس ديال الحليب دافي او ما يعادل واحد 120 غرام، واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا، كاس لارب ديال الزيت النباتيه العاديه او ما يعادل واحد 90 غرام، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى الكيماويه اولا البيكين باودر، معلقه كبيره ديال السكر سنيده العادي، بيضه متوسطه الحجم، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الطريه او ما يعادل واحد 8 غرام، الدقيق تقريبا واحد 300 حتى 350 غرام ديال الدقيق مع واحد القبصه ديال الملحه. غادي نحتاجو بالنسبه للتوراق النشا او دقيق النشا اولا المايزينا، وكذلك من غادي نشكلوا هاد الرغيفات هادو غادي ندهنوهم بالزبده. هاد الزبده هادي غادي نذوبها ان شاء الله وغادي ندهن بها دوك الرغيفات. الكميه ديال الزبده تقريبا واحد 60 حتى 70 غرام، اذا ما قداتكم زيدوا شويه ديال الزبده ذوبوها باش تدهنوا هاد الرغيفات ديالكم. بالنسبه للتين كاين بزاف ديال الافكار، اما بالشنجلان العادي، الشنجلان الابيض، اللوز افيلي اولا اللوز العادي كنحمروه اولا كنقليوه وكنهربشوه شويه، مهم البيستاش، عندنا الاختيارات اللي بغينا. دونك هادو هما المقادير، وندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو في التحضير ديالها هي التحضير ديال السيرو باش غادي نسقيو هاد الرغيفات، واللي هو السكر زائد الماء، وغادي نديروهم فوق النار على واحد الحراره تكون متوسطه، ونخليو حتى السكر يبدا كيذوب. من بعد ما السكر ذاب لي تماما وبدا في مرحله الغليان، غادي نضيف واحد العصير ديال نص حامضه اولا معلقه كبيره ديال عصير الحامض، كنضيف معلقه كبيره ديال عصير الحامض بحال اللي شفتو، وكذلك غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر. دابا غادي نمد الحراره هادئه ونخلي هذا السيرو كيعقد، هاد المده تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق. داك السيرو ديالي من بعد ما خليت واحد المده ديال 5 دقائق مازال هو كيعقد فوق النار، كان من كدوز ديك 5 دقائق ها هو كيفاش كيرجع، كيرجع على هذا الشكل هذا. كنحيدو من ديك الكاسرونه، نديروه في شي زليفه اولا في شي اناء ونحتفظو به، نخليوه يبرد تماما باش من بعد نسقيو به دوك الرغيفات ديالنا. دابا غادي ندوزو للعجينه، غادي نشدو الحليب اللي بطبيعه الحال قلنا دافي، غادي نزيدو معاه ديك الخميره ديال الخبز الطريه، وغادي نخلطو مزيان هذا الشيء. غادي نغطي هذا الخليط ديال الخميره مع الحليب ونخليهم كيرتاحوا لواحد المده ديال 10 دقائق. من بعد المرور ديال ديك 10 دقائق في شي اناء اولا في شي بول فاش غادي نعجنوا اولا في البول ديال العجينه، غادي نديروا بيضه تكون متوسطه الحجم، غادي نديروا كاس لارب ديال الزيت، ديك المعلقه كبيره ديال السكر، كذلك غادي نضيف كذلك ما يعادل واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا، وغادي نضيف هذاك الحليب اللي ذوبت مع الخميره، غادي نخلطوا هاد العناصر هادو كاملين. عندي هنايا الدقيق مع ديك القبصه ديال الملحه، غادي نزيد عليهم الخميره ديال الحلوى الكيماويه، غادي نخلطهم وغادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه على هاد الخليط ديال المواد السائله، وانا كنجمع في العجينه حتى كنحصل على عجينه اللي تكون رطبه ولينه. كنستمر في الاضافه ديال الدقيق بشويه بشويه يعني بطريقه تدريجيه وانا كنعجن، حتى حصلت على عجينه بحال هذه، كتكون عجينه لينه بطبيعه الحال. دابا غادي نشدها غادي نقسمها على 4 اولا على 6 بحال اللي بغينا،
كرات متساويه. نتوما شوفوا العجينه كيفاش دايره. حلي شفتو قسمتها في الاول على جوج، من بعد كل كره غادي نقسمها على ثلاثة، فبالتالي غادي نحصل على ستة ديال الكويرات. اذا بغينا نعبروهم بالميزان باش يخرجوا لنا بحال بحال ممكن، الا ما بغيناش غير هكا عندنا ميزاننا ونحاولوا نعطيوهم شكل هكا يعني ديال الكويرات. هما الكويرات ديالنا موجودين، غادي نغطيهم ونخليهم كيرتاحوا واحد المده ديال 20 دقيقه. من بعد ما ارتاحنا داك الكويرات بستة اللي درناهم فوق سطح العمل، غادي نرشوه بالمايزينا اولا دقيق النشا، وغادي نحاولوا نسرحوا هاد الكويرات هادو كل وحده بوحدها بواسطه التلاك، وحنا دائما كنرشوا بالمايزينا لان هي اللي غتعطينا ديك القرمشه من غادي يطيبوا. يمكننا نديرهم اما على شكل دائري او على شكل مستطيل، بقى عندنا الاختيار كيف ما بغينا. بحال اللي شفتوا طلقت الكره الاولى كنديرها نطلقها رقيقه مزيان، وانا دائما كنرش بالمايزينا، يعني كميه مهمه المايزينا بحال اللي قلت لك انا هي اللي كتمكنني انها تعطيني داك التوراق. غادي نحتفظ بهاد العجينه الاولى وغادي ندوز للثانيه، غادي ندير لها نفس الطريقه حتى هي بنشا وانا كنطلق فيها بحال اللي درت الاولى. بحال اللي كتشوفوا طلقت الكره الاولى، الكره الثانيه هي حتى هي طلقتها. كيفاش غادي نديروا دابا الكره الاولى؟ ها هي غادي نشد، غادي ندير عليها واحد الكميه مهمه، نغطيها كلها بالنشا على هذا الشكل هذا، وغادي نزيد فوق منها الكره الثانيه، وغادي نستمر في هذه العمليه. يعني غادي نطلق الكرات كاملين اللي باقيين عندي وغادي نديرهم بحال هكا، وحده فوق وحده فوق وحده، دائما مفرقين بالنشا. يعني غادي ندير سته ديال الكرات وحده فوق وحده، ودائما كنفرقهم بالنشا بحال اللي قلنا. انا غادي نستمر في العمليه وغادي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. انتما بحال اللي كتشوفوا بقيت مستمره بنفس الطريقه، كره كنبسطها مزيان بالنشا كنحطها وكندير فوق منها الكره الثانيه، وهكا وانا غاديه حتى درت سته كاملين بهم. ها هما جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، المهم راهم كلهم هنايا مفرقين دائما بديك الطبقة المهمة ديال النشا باش نحافظوا على التوراق وما يلصقوناش مع بعضياتهم. دابا ملي درتهم كلهم وحدة فوق وحدة غنحاول نبسطهم هكا شوية بالتلاك باش يولي بحال الطبقة وحدة تقريبا. ملي كنسرح بحال هكا شوفوا بحال ولا عندي واحد المستطيل اللي هو كبير، في نفس الوقت كنحسو بدوك الطبقات مازال منفصلين على بعضياتهم. نتوما شفتو كيبقاو منفصلين على بعضياتهم. دابا غادي ندوزو للويو هذاك المستطيل ديالنا من الشيء اللي هي طويله فيهم، يعني عندي هذه وهذه، انا بالنسبه لي هذه هي اللي طويله فيهم. غادي نلوي بحال كنلوي بحال ما كندير الشنيك نفس الطريقه. كنحصل على ان بودان بحال هكا طويل، كنحاول نقادو بيدي باش يولي لي تقريبا متساوي. ودابا غادي نبدا نقطع بحال اللي كنقطعوا لي شناك بحال هكاك. هذيك الطبقه اللي فيها السده اولا البلاصه اللي فيها السده هي اللي كنديروها لتحت. صافي دابا بسم الله غادي نبداو كنقطعوا. الموس من الاحسن يكون موس هذا مسنن باش يسهل عليا العمليه ديال التقطاع. نتوما بحال اللي كتشوفوا راه من هنا كيبدا يبان التوراق بانهم مورقين مزيان. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى لاستنفاد الكميه اللي عندي. هما قطعنا الكميه كامله اللي عندنا على هذا الشكل هذا، ودابا غادي نحاول نبسطها بيدي اولا غير بشويه بالتلاك ممكن كذلك.
بستها بحال اللي شفتو في الاول غير بيدي، من بعد غادي ندير لها شويه بالتلاك، ولاني ماشي بزاف تنرققها غير هكا، يعني ما كنبركش على التلاك بزاف هكا، يعني كيبقى واحد السمك متوسط. ودابا غادي ندوز الكميه كامله اللي عندي، غادي ندير لها نفس الطريقه وغادي نستفهم فوق صفيحه ديال الفرن اللي مغطيه بورق السلفوريزي. ستبت هذوك الرغيفات ديالي فوق الصفيحه ديال الفرن مغطيه بورق السلفوريزي بحال اللي قلنا من قبل. عندي هنايا الزبده مذوبه، غادي ندهنهم مزيان بالزبده مذوبه، يعني واحد الكميه مهمه. من بعد غادي ندخلهم الفران يكون مسخن على درجه حراره 170 حتى 180 درجه، غادي نديرهم في الطبقه السفليه من الفران، يعني التحتاني كاع ديال الفران، وندير لهم الحراره في الاول غير من التحت. من نحس بالجوانب بداو شويه كيحمروا غنشعل حتى على الفوق ونخليهم كيتحمروا من الوجه ديالهم. الرغيفات ديالنا بعد ما خرجنا من الفران شفتوا اللون ديالهم كيولي محمر، داك السيرو اللي كنا وجدناه من قبل وخليناه برد كنديروه فوق منهم مباشره بعد ما يخرجوا من الفران. بالنسبه للتزيين كيبقى عندكم اختياري، يمكن لكم ديروا اللوز افيلي بحال هكا اولا بيستاش اولا الجنجلان كيف ما بغيتوا، كيبقى عندكم الاختيار. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم انكم تجربوها، او اي تساؤل او استفسار خليوه لتحت في التعليقات. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ديروا اعجاب كذلك، وتشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صوني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.